يا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كورة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. لايك وشير وصلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى على الحبيب قلبك يطيب، ولايك للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس. طبعا في صدام بين النادي الأهلي واتحاد كرة القدم، الصدام بين النادي الأهلي واتحاد كرة القدم المصري. ازاي بقى؟ هقول لك يا صديقي. اول حاجة عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، تمام، اللي هو جدول مباريات النادي الأهلي الفترة اللي جاية. النادي الأهلي زي ما احنا عارفين ان اتحط له خازوق، بمعنى كلمة خازوق اللي هي مباراة نادي طلائع الجيش، تمام كده؟ تمام. في حاجة اسمها لايحة، في حاجة اسمها قوانين، لكن للأسف الشديد مع اتحاد كرة القدم الحالي ما فيش حاجة اسمها قانون وما فيش حاجة اسمها لايحة. في حاجة اسمها ازاي احنا ندمر النادي الأهلي، ازاي احنا نجهد لعيبة النادي الاهلي، ازاي احنا نعمل قانون ولايحة على مزاجنا علشان خاطر النادي الاهلي. هو ده اتحاد كرة القدم المصري ورابطة الاندية الحالية. طيب القصة وايه الحكاية؟ ابدأ معاك سيد الفاضل، هقول لحضراتكم بس جدول مباريات النادي الاهلي الفترة اللي جاية عشان بس حضرتك تبقى مدرك معايا ويعني مترجم معايا كده من بداية الحلقة. أول حاجة النادي الأهلي عنده شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا مرحلة المجموعات يوم 16 فبراير، يوم 16 فبراير يعني بعد خمس أيام من النهاردة السادس، تلعب مباراة شباب بلوزداد الجزائري في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. طيب المباراة الثانية مع نادي ميديامة الغاني يوم 23 فبراير، ركزوا معايا حضرات، يوم 23 فبراير. طيب القانون واللايحة بتقول ايه؟ ان اي فريق مصري عنده مباراة في بطولة قارية خارج الدولة لا يحق لي لعب مباريات الا بعد مرور 4 أيام كاملة، تمام كده؟ تمام كده. النادي الأهلي عنده يوم 16 فبراير شباب بلوزداد الجزائري، عنده شباب بلوزداد الجزائري، يبقى 16 هيرجع يوم 17، يوم 17 هيريح يوم 18 و19 و20، هيسافر غانا يوم 21، هيلعب مباراة ميديامة يوم 23. طيب ايه اللي حصل؟ وكل ده مفيش عليه خلاف. اللي حصل يا حضرات ان اتحاد كرة القدم الفاسد المصري حط مباراة الاهلي وطلائع الجيش يوم 19/2، تخيلوا، يعني الاهلي هيلعب يوم 16 ويرجع 17، يريح 18 ويلعب 19، يريح 20 ويسافر 21، يلعب تمرينة رئيسية 22 ويلعب يوم 23. طيب يوم 23، طيب ده الكارثة هنا بقى. الكارثة التانية ان يوم 23 الاهلي وميديامة الغاني، الاهلي هيرجع 24، المفروض يريح 24 و25 و26 و27 ويلعب يوم 28. لأ، ازاي الناس دي بتدور ازاي تجهد النادي الاهلي؟ محطوط الاهلي وبيراميدز يوم 27 في الدوري، يوم 27. اذا انت بعد مباراة شباب بلوزداد، بعد عودة النادي الأهلي بيوم حتطلوا مباراة، وبعد مباراة ميديامة الغاني وبعد عودة النادي الأهلي بيومين حتطلوا مباراة، فين القوانين؟ فين اللايحة؟ إيه الناس دي؟ إيه الناس دي بجد؟ الناس دي بتدور إزاي تأذي النادي الأهلي؟ الناس دي بتدور إزاي تدمر النادي الأهلي؟ الناس دي بتدور إزاي تصيب لعيبة النادي الأهلي؟ مش مكفيهم إصابة الشناوي اللي قسمت وسطنا كلنا؟
وده قدر ربنا ليه طبعا، في بطولة الأمم الإفريقية اللي هيغيب يعتبر الموسم للشناوي انتهى، يعتبر انتهى بالنسبة له، هيغيب على حد على الأقل من 4 شهور فأكثر. إذا أنت النهاردة أنت أنهي لائحة وأنهي قوانين أنت ماشي بيها؟ يعني أنت أنهي لائحة وأنهي قوانين اتحاد كرة القدم المصري ماشي بيها؟ بيان عاجل من إدارة النادي الأهلي لاتحاد كرة القدم المصري بيطالب النادي الأهلي فيه بتأجيل أو إلغاء مباراة الأهلي وطلائع الجيش اللي اتحطت يوم 19 فبراير. يا جماعة حاجة غريبة، يعني الناس دي بجد لا يفقهوا شيء عن إدارة اتحاد كرة القدم. الناس دي طول ما هي موجودة اتحاد الكرة المصرية مش هتتقدم. العالم كله بيمشي بلوائح وقوانين، إلا احنا في مصر بنمشي على مزاجنا، ازاي نضر الأهلي ونفيد الزمالك، إن كان بقى وليد العطار، ولا إن كان جمال علام، ولا أحمد مجاهد، ولا الناس دي كلها في خدمة نادي الزمالك. ولكن بيان عاجل من إدارة النادي الأهلي بتهدد من الانسحاب، من مباراة طلائع الجيش ومن نهائي كأس مصر. كأس مصر يا جماعة اللي كان متحدد يوم 13 مارس خلوه يوم 8 مارس، على مزاج مين؟ على مزاج الشركة. طب الأهلي عنده مباراة 8 مارس، قال لك نحط دي مكان دي مفيش خلاف عليها، ولكن الأهلي ليه طلبات مادية؟ إزاي بطولة وقطبي الكرة المصرية وأقوى ديربي عربي هيتلعب في السعودية ومكافأة الأهلي 100,000 دولار والزمالك 100,000 دولار؟ لا يليق بقيمة الأهلي وبقيمة الزمالك، لا يليق على الإطلاق. الأهلي طالب 500,000 دولار والزمالك طالب 500,000 دولار، أو الانسحاب من نهائي كأس مصر والزمالك ياخده بقى. ما هو الأهلي مش هيسافر بلعيبة للسعودية علشان 100,000 دولار، وجوائز البطولة 350,000 دولار، يعني الفريق الفايز هيتحصل على 450,000 دولار. إيه ده؟ إيه ده بجد؟ جوائز البطولة دي هتتعدى ال10 مليون دولار، سواء بقى من الشركة المتحدة، سواء اتحاد الكورة، سواء الشركة الراعية، سواء 10 مليون دولار ده بالميت. فبالتالي انت هتستخسر في الاهلي 500,000 دولار، وهتستخسر في الزمالك 500,000 دولار. هنا انا مش بتكلم عن اهلي وبس، لا انا بتكلم عن زمالك كمان. لا يصح قطبي الكرة المصرية والاهلي والزمالك يلعبوا في دولة تانية نهائي كاس مصر اللي هي اقدم بطولة خارج اوروبا في العالم يتلعب في السعودية. من امتى كاس مصر نهائي كاس مصر بيتلعب بره مصر؟ من امتى كاس مصر بيتلعب بره مصر؟ ولكن مع الناس دي هتشوف العجب. اذا الاهلي بيهدد بالانسحاب من نهائي كاس مصر، وبيهدد بالانسحاب من مباراة طلائع الجيش في حالة عدم تطبيق اللوائح والقوانين. ده بالنسبة وده باختصار لحلقة النهاردة. بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويريد تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك اهم اخبار النادي الاهلي اول باول. بشكرك شكرا جزيلا، وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.